بأجواء إيمانية وصلوات خشوعية، احتفلت كنيسة القديس نيقولاوس في بيت جالا بفلسطين بعيد والدة الإله، واشتمل الاحتفال على تنظيم مسيرة في شوارع المدينة بمشاركة الفرق الكشفية وجموع غفيرة من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد رقاد والدة الإله كلية القداسة، ففي مدينة بيت جالا ترأس قدس الأب الإقونوموس بولس العلام والأب يوسف الهودلي والأب إلياس زعرب الصلاة وخدمة التقاريد وجناز والدة الإله، وذلك في كنيسة القديس نيقولاوس شفيع المدينة وبحضور جمع كبير من المؤمنين. وبعد صلاة الغروب وتبريك الخمس خبزات أقيم جناز لوالدة الإله الفائقة القداسة، وبعدها ابتدأت المسيرة التقليدية في شوارع المدينة وعلى أصوات المرنمين وعزف فرقة الكشافة التابعة للمجموعة الكشفية الأرثوذكسية العربية البيتجالية والكهنة الأجلاء وحشد المؤمنين الذين ساروا نحو كنيسة العذراء والدة الإله، واختتمت الصلوات بأجواء إيمانية بهذا العيد المميز لدى الكنيسة. إحنا اليوم في بيت جالا كل الرعية الأرثوذكسية اجتمعت واحتفلت في عيد غروب رقاد والدة الإله بعد الصلاة اللي قمناها في كنيسة مار نيقولا، بعد التقاريض لتشييع جثمان والدة الإله توجهنا بشوارع بيت جالا مع جثمان الطاهر لوالدة الإله العذراء مريم إلى كنيسة العذراء، وضعناه للمؤمنين حتى يتباركوا من هذا الجثمان اللي احنا اليوم قدسناه بصلوات المؤمنين. طبعا الجمهرة الموجودة اليوم هي جمهرة الإيمان، هي محبة الكنيسة، محبة التواجد في هذه الأوضاع اللي احنا عايشين فيها اليوم اللي هي الوباء، لأنه الناس مش قادرين تصل إلى القدس الشريف، إلى مكان نياحة العذراء، إلى قبر العذراء الموجود في القدس اللي هو فارغ طبعاً من وجود العذراء، لأن العذراء قد انتقلت بالجسد والروح إلى السماوات. نحن اليوم والمؤمنين نجتمع في بيت دجالة حتى نصلي ونرفع صلواتنا للرب يسوع المسيح أن يبعد عنا غمامة الوباء، غمامة المرض، أن يعطينا الصحة، يعطي الوطن الأمان وللعالم أجمع. آمين. كل سنة وانتم سالمين من مدينة بيت جالا. كما يقول قديس يوحنا الدمشقي، اليوم ترتقي وتصعد إلى السماء، هي تلك التي نزل عليها الله من السماء، كما يعني بيقصد عن القديس في رؤيا القديس يعقوب في العهد القديم لما شاهد سماء وترتكز من السماء إلى الأرض التي نزل عليها الله، فاليوم تصعد العذراء من الأرض إلى السماء، تلك التي نزل عليها الله من السماء إلى الأرض بتجسده. والعذراء مريم والدة الإله التي كانت بولادتها بدون زرع لبثت أيضا في موتها بدون فساد، لأنه لا يمكن لهذا الجسد الذي حوى الإله الذي تجسد من دمائها النقية من دماء البتول الطاهرة والدة الإله أن يحوي الموت، وهذا القبر وهذا الجسد يحويه الفساد، لذلك نقل الله ابنها، نقلها إليه بمجد، وصارت هي برقادها وبموتها انتقلت إلى الحياة وأصبحت شفيعة لنا. كيف ولا وسيد الطبيعة نفسه ربنا ومخلصنا يسوع المسيح خضع إلى الموت، فهي تتشفع دائما لميراثها. وطوبى للأمة التي تدعى باسم المسيح الذي الرب هو إلهها. كل سنة وانتم سالمين، وشفاعة الدائمة البتولية مريم مع الجميع. آمين. إن رقاد والدة الإله وانتقالها بالنفس والجسد إلى السماء جعلها مساهمة في خلاص العالم، حيث استعملت كلمة رقاد لأن لا موت في المسيحية، وأن المسيح ابنها أصعدها بالنفس والجسد إلى السماء. فهذا العيد التي تحتفل به الكنائس الشرقية في شهر آب من كل عام، والذي بدأ بالصوم وانتهى بالصلاة وبالاحتفالات. للنرسات مارلين الحدوى من كنيسة العذراء والدة الإله بيت جالا.